أول شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد حقيقة يعني نشكر الأخوان في لجنة الرقابة والمتابعة بالرابطة الرئيسية على رأسهم رئيس لجنة الضباط الأستاذ حذيفة الغريبي والأستاذ محمد عمر والأستاذ حسن خرمي والأستاذ عيسى حزيري أعضاء اللجنة. حقيقة يعني كان ودنا يكون في لقاء كذا من زمان يعني إنه نتكلم في شفافية وبريحية أكثر من يعني تكون الاجتماعات الروتينية اللي تقيمها الرابطة مشكورة، انه يكون كل واحد يعرف حقه ويعرف اللي له ويعرف اللي عليه. عن نفسي يمكن بنسبه 70 الى 80% انا اقول لك حقك، يعني قدرنا نتكلم ونوضح اشياء وتوضح لنا اشياء ايضا يمكن احنا يعني جهلاء عنها، يعني في نقاط معينه يعني، بس ابرز نقطه يمكن حقت اللي هو قبل الاجتماع كنت أعرف أن فكرة إقامة بطولات الرابطة على ملاعب إنجيلة أو زراعية كانت فكرة شخصية، ما كانت فكرة من الاتحاد السعودي أو إلزامية من الاتحاد السعودي وزارة الرياضة. اليوم يعني الإخوان كانوا حريصين في بيان هذا الشيء، وممكن هذا الشيء الوحيد اللي أنا لو أني ما جيت في اجتماع وأخذت هذه الفكرة حتى أنقلها يعني للجميع وأكون رسول لها أني أجدد فكرة انه اقامه بطوله على ملاعب انجيل او زراعيه فكره من الوزاره والاتحاد السعودي كل كفى لهذا الحضور الاجتماع. شكرا لكم انتم الاخوان في اللجنه الاعلاميه الرابطه حقيقه على عملكم الدؤوب اللي تقومون به، ودائما يعني اليد الواحده لا تصفق، الاخوان في اللجنه الاعلاميه يد ونحن كرياضيين يد اخرى، وان شاء الله نثمر هذا العمل ويكون ظاهر لجميع الروابط باذن الله عز وجل.